الوكالة الوطنية للتشغيل هي عندها مجموعة من أعمال تنظيمية واستجابة لما التطور التكنولوجي راهي بدات ومازالها تتعامل باهم الوسائل الاتصال الحديثه. يعني فيما يخص كل العمليات الوساطه اللي يقوموا بها بين طالبي العمل اللي يجيو عندنا الوكاله تاعنا والعارضين العمل او المستخدمين، خاصه طبعا المتعاملين الاقتصاديين. الوكاله هذه الايام راح تطلق مجموعة من عمليات أو خدمات عن بعد، أي أن طالب العمل، أنا كطالب عمل في عود ما نروح حتى الوكالة بس نسجل، نقدر نسجل سواء عن جهاز الحاسوب تاعي في المنزل أو عند السيبر كافي أو حتى سمارت فون تاعه. الإنسان يقدر يسجل روحه في الوكالة. البوابة على الوكالة، البوابة الإلكترونية على الوكالة هي فيها مجموعة من المعلومات لازم هو يدخل بها يقدمها لنا مبدئيا، وكان استمارة إلكترونية راح سوف تملأ من طرف طالب العمل